مساكم الله بالخير، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج طارق شو. اليوم طربي، بدايتنا طربية، لأن عندنا أكثر من موضوع يبغى له رواقة، ما يبغى له اندفاع ودلاء. وفي مطالبات راح نطالب فيها اليوم، نطالب فيها أنفسنا، ولا نطالب فيها إدارة القناة، ولا نطالب حنا نتحلطم، ولا نطالب فيها الناس، ولا ما أدري. إحنا بنطالب بوش من أول هذا الدراسة، الدراسة ذي اللي خلتنا نتوجه لذا المطالبات. دراسة أمريكية، الأمريكان دائما يقولون شيء زين. العمل عن بعد يزيد سعادة الأشخاص واستقرارهم. أظهرت الدراسة أن اللي يعملون عن بعد أكثر سعادة في حياتهم واستقرارهم في علاقاتهم الزوجية. شوف ليش الطلاق عندنا واجد، ما حد يداوم عن بعد. الواحد يداوم ورديات، يداوم مدري مدير غثيث، مدير مدري، ويرجع البيت يتهاوش مع زوجته ويطلقون يعني، والزوجة نفس الشيء تروح. العالم يقول لك عن بعد، في وظائف كثيرة ترى ما يحتاج الواحد يطلع من بيته، ممكن يخلصها وقاعد في بيتهم، لابتوب، كمبيوتر، كوب الشاي، كأنه مداوم. الفرق هناك مشخص، وهنا ممكن يقعد يشتري الفنيلة، ممكن يقعد مرتاح. أول شيء يخفف علينا زحمة في الشوارع، يخففون علينا الضغط، استهلاك بنزين صح، كيف بكر بنزين. بس ولو بس إن في قطاع معين، بس ما أبغى أذكر اسمه لما أتأكد من معلومة، إنه بدأ بالشغل ذا. وفي واحد يقرب لي ذاك اليوم يقول يا أخوي إيش فيك ما تداوم؟ قال لا أداوم البيت، يسوي دخول على اليوزر حقه في البيت، خلص أشغاله، إيميلاته، كل شيء، وهو جاي جنب سريره ويقفل وخلص دوامه، تسعة ثلاثة قفل لابتوبه ورقد. هذا ودنا نسويه هنا في البرنامج، ودي أرسل لهم السنابات الحلقات كلها ويمنتجونه يعطونه. ترى عاد دراسة تكشف فوائد العيش في الأماكن الخضراء برضو تصحر هنا، حتى الخضار اللي عندنا وعيد وين رميناه، وبلاستيك بعد رميناه. الرياض من هنا للشرقية تلقى شجرة واحدة مايلة، وما تدري يمكن تلقاها بكرة ويمكن ما تلقاها، دفنها الرمل. ايه فالعظيم، فما تدري انك تلقاها ولا هذه الدراسة مهما كان يعني يبغى لنا وقت طويل، لأن يقول لك الدراسة دي تخفف من أمراض السمنة وأمراض القلب والسكري. عندنا في بيت من عندي حوض زرع اسقي، جتني فاتورة الموية 400-500، وشلون أبا قصة بحط بدالها تراب، تصحر في البيت، أقعد اسقي أنا ناقص. دراسة الأرز يمكنه انقاص وزنك. اي بس ما تصلح لكم رز الشرق اسيويين اللي هو موية وملح، ما يخرجنا يعني، ما يخرجكم ذا، ما تعتبرون رز ابدا، ما يخرجنا اذا ما في زفر ورمي رز ولا مو برز. جربوا كم يوم، انا في الاخير ترى نفسيا الموضوع انا ابغى رز، فجربوا ذا ما دام اني نقص الوزن. فاصل. حياكم الله بعد الفاصل، واليوم قضيتنا ودرسنا اللي بنقدم اليوم انه كيف تسولف. الفترة اللي راحت شفنا ظاهرة كثيرة انتشرت في السوشيال ميديا، السوالف المخيسة، السوالف اللي ما لها قيمة، السوالف اللي ما لها معنى، السوالف اللي ما تدري متى تبدأ متى تنتهي، السوالف اللي كيف فجأة انت توك ما تدري هي البداية، انت جيت في النص، هي بداية قفلة نهاية، تحمس اكثر قدام اكثر وراء، ماتوا ما تدري. في ناس مصرة إلى الآن في السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا إني أعرف يسولف، مع أن السكوت بعض الأيام من ذهب. يجيت في مجلس
تسكت يصير ميزانك ميزان ذهب ثقيل، يقولونك ما عندك، تفضل ما عندك ملاحظة، تعطي نفسك هيبة حتى لو ما عندك سالفة، بس كل ما قالوا شيء قال ايه انا اذكر واحد من جماعة. اسكت يا اخوي اسكت، لا تعرف تبدا سالفة ولا تعرف تقفل سالفة ولا تعرف فن السوالف. السالفة زي القصة، في لها بداية فيها وسط فيها نهاية. في ناس مكافحة على كثر ما تهزة ما تفرق معها، قال سالفتي قال سالفتي. اعرفهم كثيري بروح فيديو انا ما يمكن تعليقك. اعطونا فيديو العينه. قسما بالله هذا شكلك وانت واقف عند الجاره بتروح للدوام من قوه الزحمه، ما تدري وانت ماشي الا قاشع امك شايب ولك ناشب في رصيف. يا اخي شوفوا حلف ذا الشياب يا اخي، حطوا لهم يا اخي لوحه ساق تحت التدريب وشيها يا اخي. يا اخي شو ذا الباكستاني سد مشارع، يا باكستاني يا همار افتح الخط الله يرحم امك وراي دوام. عن جد يا اخي تذبحونا يا اخي، الواحد بيروح الدوام وش ذا الكلام يا اخي. بعدين وش العالم طايحه في دبي يا اخي؟ يا اخي الحمد لله يا اخي عندك خير وامطار وثيوبيين، وشيها دبي يا اخي؟ ما في الا اسواق وجي بي ار ومشخصني بذا الجارمن. من جد يا عمي زحمه تحس انك بكيرلا. الله يرحم كزايد بس. ما فهمنا شيء يا اخي. هي كانت سبع سوالف في سالفه واختار اللي يصلح لكم يا اخي. في ناس كذا تسولف تذب لك 100 سالفه في سالفه واختار اللي يصلح لك، بس ودنا نهديهم اهداء. يعني انا بحكم المسؤوليه اللي علي على اسره البرنامج وان نتحمل جزء من موضوع التوعية، ودي نهديهم إهداء. ليت تسمعون الزين بس. العظيم يا جماعة هذا الإهداء نقدم النوعية كثير مبشر. فإحنا بنروح نسوي توب فايف لفن السوالف بعض الأيام. مو ضروري أنك كنت مقتنع أن سالفتك تضحك فهي تضحك، كنت بثر لو قال هاي واحد ثاني تضحك أنت لا كذا وجه. يعني موضوع كاريزما، كيف تعطي معلومة؟ ممكن سالفة نسمعها من خمس أشخاص فيها واحد تقول بالله عدي إيش واحد تقول إيش تبي ذا صدق. في واحد تدري إنه ينصب عليك وتكون مستمتع معه في النصبة، تدري إنه نصاب إنه نصاب وإنه يلعب عليك وأنت مبسوط كذا قال لأنك سعيد حلو قاعد يروي. رقم خمسة، كيف تنقذ سالفتك؟ يعني إذا عندك سالفة ورط فيها في النص كيف تنقذها؟ إذا شفت أن الناس كلها ما هي بيمك قل والله ليتكم معنا يا عيال، دخلهم المود اسحبهم. فكل واحد بيبدأ يشارك لو أني معكم سويت كذا واطلع منها أنت وقهوتك كأنك مو بنت اللي فتحت السالفة. فهمت ليه؟ لأن في أسئلة كثيرة جيتك في الطريق. رقم أربعة، لازم في أي سالفة خلي لك معزز في المجلس. إذا حسيت إنك انزنقت انتهت الأحداث، ما أنت بعارف تختم، وصلت لمرحلة إنه والمهم والله إني نسيت، تذكر كيف تكمل نصبة، اتفق مع واحد عادي إنه يقطع سالفتك، ولا مقطوع الوارد كفلان ويطب.
فهمت؟ هي لازم تتفق، لازم تتفق. اسمع حبيبي، احنا بندخل المجلس ناس ما نعرفهم، بنهايط عليهم. يا توجهكم وين؟ هياط، نصب، مقناص، ايش تبون؟ فلا تشوف ان الناس ملت، ينقز خويك ولا ملطوم الورد. ترى هي ملطوم الوردك يا ولا قطع سالفتك، ولا في اكثر طريقه مداخله. هرجك على متم يا فلان، وبعد اذنك والله العظيم ولا هو نقصن فيك، وروح انقذ الليله الى وقت العشاء لما يقلطون. مش تمشي الامور ذي في المجالس. رقم ثلاثه، ابدا في السالفه، انطلق. لا وصلت ناني بالله انه حلفني فلان. عرفت؟ خلاه تشويق، تصير سالفتك تشويق. يا اخوي منا بقايلين لا احد، قل لهم والله معليش معليش والله حلفني. يا ابن حلال سرك فيه، احنا ترى والله انه سوى، ترى احنا قرب واحد وقلبنا واحد وعلى بعض، واذا طاح واحد طحنا كلنا. المهم يبغون يعرفون السالفه. عرفت؟ كذا تنقذ سالفتك، لان ما عندك سالفه، فتخلي نفسك مهم انك رجل تصون الاسرار. رقم اثنين، هذه ترى تكتيك رهيب. رقم اثنين، اذا انزرقت سوي نفسك جاك اتصال. المهم والله واقول لكم، لا هذا كان اذا شفت بديت حسيت سالفتك فيها اختلاف. عرفت؟ انك يعني كفشوك في زاويه معينه في المجلس. قال الله يهدي البزران يا شيخ. ايه لا يا شيخ صدمتوا، يلا جاي 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 عادي. وفلان في المستشفى، واطلع اطلع اطلع انت انقذ الليله. قال لهم ثلاث ايام يسالونك، وعيش الجو ثلاث ايام، لا ترد على جوالك رسائل بس. ايش فيك؟ كنت مع مرافق. لانك انكشفت، انكشفت انك نصاب فنحاش بدري. رقم واحد، يا اخي خلك واضح وصريح، اذا حسيت انه اسحب عليك قداري سالفتي بيض، سالفتي مضروبه، بس بغيت اشارك يعني. يعني عادي، تبوني اشارك شاركت، ما تبوني يمشي اخذ قطتي واروح، يعني عادي. ترى الصراحه زين، انا اعرف واحد من الشباب نطلع بالاسبوع ما يسولف، ما عنده مشكله طالما انه راكب ورا مبسوط سعيد رايحين رايح معكم. ان قالوا قطه دفع، ان قال ما يشارك، لان عارف ان مشاركاته تودي في داهيه. فهذا تحرص عليه في الجلسه دائما تحرص. الحمد لله اليوم ترى اجمل ما في الحلقه، فرحان موفي والاسطوره المسعودي موفي. يعني ترى احنا محسودين اليوم، وترى كل سوالفنا عنهم من باب الخمس اشياء اللي قلناها هذه نصب نمدحهم نسلك لهم. بس احنا برنامج صريح، احنا برنامج صريح، داري سوالفنا في البرنامج بيض ولكننا صريح. فنطلع نطلع فاصل. حياكم الله معنا بعد الفاصل، واليوم ضيفنا ضيف جميل مبدع ما يعجبه شيء، فيصل البصري. منورنا. الله يسلمك، النور نورك. طب بلشت كلمتين زينين بعدين ما يعجبه شيء، بالعكس يعني انت انتقائي صح. كيف حالك؟ الله يحفظك. سلمك. طيب شلونك؟ شلونك؟ طيب بخير الله يسلمك. ليش ما يعجبك شيء؟ لا تعجبني اشياء، في اشياء تعجبني، بس الواحد يستخدم هالانتقاد عشان يبي يصلح، يبي الافضل. حلو حلو. طيب يعجبك شيء في السوشيال ميديا، لانك دائما شاب على حق السوشيال ميديا. اغلب، واتوقع انك تتفق معي، اغلب اللي ينطرح في مواقع التواصل الاجتماعي غالبا يكون محتوى فيه اسفاف، ما له اي قيمه، ما له معنى. للاسف والناس تدور الشهره، يعني ما تفكر شنو القيمه اللي تبي تضيفها. انا ما اتكلم ان الواحد يطلع يقول معلومات عامه ولا يطلع، لا لا، ممكن اذا تحب تطبخ
تطلع تطبخ، هذا يعتبر محتوى. محتوى يعتبر محتوى زين. البنت اللي مثلا تعلم البنات يسوون مكياج ولا يلبسون ولا يكشخون، هذا محتوى. محتوى يعني ما هو مقتصر على فئه معينه، بس على الاقل تقدم محتوى. اللي يطلعون يرقصون دايم والاغلب عند اللي يرقصون ولا اللي يفتح فمه مع اغنيه. اي هذا مو محتاج كلام فاضي، مضيع على الانترنت وللوقت طيب لهم زباين. هو المشكله، المشكله تراهم لو ما لقى واحد يطالع فيهم ما سوى، سوى مره وانسحب. لكن شوف مليون ونص مليونين ارقام تهول. شوف يعني هذا طبعا شيء مو بس في مجتمعنا العربي، على المستوى العالمي طبعا البشر كذي ينتقدون الشيء ويقول لك شوف هذا، وهم يتابعون نفس الشيء اللي ينتقدونه، يتابعون نفس المشاهير اللي يقولون والله هذول مو زينين، هذول ما يمثلون مجتمعنا، مو زين ليش تتابعهم؟ هذا ما راح يصعد الا لما انت تتابع. ليش تسوق له؟ ليش تسوق له؟ إيه هم يسوقونه ويشهرونه وبعدين يجي يقول لك والله يا اخي اسفاف، طب ليش ليش ليش؟ صح. طب المشكله فينا يعني مو فيهم. المشكله تقع بالناس اللي تتابع. لو وقفت تتابع كل شخص، بس الناس فيها فضول، تبي تشوف حياه هذا الشخص، تبي تشوف هذا وين سافر، هذا وين راح، شنو سيارته، مع منو ربعه، حياته الخاصة، الناس عندها هذا الفضول، فكثر ما غذيت فضول هذه الناس كثر ما مفروض. شوف الفترة الأخيرة بدأ عندي يعني الناس يقولون يا أخي اكتب يومي، سوي يومياتك. ما عندي يوميات يا. ما توقع عندك وقت؟ معي وقت. وش طب يوميات يعني لو أنت بتسوي يومياتك وش بتحط عشان ترضي مثلا غرور الناس، فضول الناس، اللقافة اللي عند الناس اللي بيشوف. الناس ما راح تخلص معاك يعني لوين توصل؟ صورت سفرتك، لا اي فندق ساكن، زين اي مطعم تغديت، واي مطعم تعشيت، وش لابس؟ وش لابس؟ وعيالك، وصور زوجتك، والحين هذه الهبه الجديده اللي تونا بنجيها المجتمع سالفه الكابلز. الكابلز صفر خصوصيه، تاليف قصص ومشاكل، بس مجرد يعني عشان الشهره واعلانات وشويه فلوس. لا لا في الحين صار يجيبون العجز، يجلس امه عجوز جنبه وامه تسولف اي وهو يسمع قصص امه اي يعني عرفت، هذا كابلز من نوع ثاني يعني. هذا بر والدين. اي بر في السناب. بر في السناب. طيب نبغى نطلع من ذا المحور لان بيزعلون علينا كلهم بكره يشبون علينا. طيب انت كيفك مع السجون؟ السجون؟ اي لا يعني شو قصدك؟ خلنا نشوف فيديو ونرجع. اشتغلت في القطاع الخاص تقريبا 8 سنوات بعد ما تخرجت، لين الله فكني وطلعت من السجن مال القطاع الخاص. الوظيفه لا فكر الوظيفه كلها. شفت؟ صح انا رحت على السجن الثاني. انت تسمي الوظيفه او العمل في القطاع الخاص او الوظيفه بوجه عام انه السجن. نعم. شوف خليني أقول لك شيء، ما يصير تحكم على كل الوظائف وكل الناس بنفس المبدأ. لو يا شخص مثلا قال أنا أدرس الحين وأبي أصير متفوق وأدش كلية الطب وأحقق حلمي أني أكون طبيب، حلو، هذا حلمه ممتاز، هذا ما يعتبر سجن بالنسبة له. إيه لأن وظيفة شخص مثلا يقول والله أنا بصير مهندس، حلمي أكون مهندس، أكون محامي. أنا قاعد أتكلم عن الفئة اللي مغصوبة على الوظيفة، اللي تقوم كل يوم تداوم 8 ساعات في وظيفة ما تحبها، في عمل ما يضيف أي شيء حق المجتمع، هذا سجن. أنت مو مجبور تستمر في هذا، تقدر تسوي شيء أنت تحبه، شيء أنت هواية متميز في شيء عندك حلم، فقصدي لا يعني تحكر نفسك في. أنا معك في السالفة، بس إني عندي نقطة برضو، أنا أشوف أنها كلها سجن يعني طالما أنك ما تشتغل حلالك. هذا اللي اقصده. ايه يعني في الاخير تخيل انا دكتور تخرجت ودار على كلامك وحلمي يصير دكتور. نعم. ورحت اشتغلت في مستشفى عند دكتور جاب لي الهم. صح. راعي المستشفى. لا شوف اول شيء الطب يفترض انه مهنه نبيله يعني للاسف بعض الدكاتره صارت بزنس الحين. للاسف يعني بس قصدي يفترض انك تبي تساعد الناس، تبي تخليهم يعيشون حياه افضل، واتوقع في دكاتره فيهم الخير، بس حتى الطبيب يقدر يلتزم بوظيفه ويقدر يفتح له عياده الخاصه ويطلع فلوس. هذا هو. انا اقصد اخوي طارق 8 ساعات هذه اللي تستثمرها من مجهودك ووقتك وشاغل تفكيرك وهاد اهلك وشي، استثمرهم في حلالك الخاص. اي بزنس كنت. اي طيب
وقفت فترة أنت عن السناب. نعم. ورجعت. وش السبب؟ إيه كانت غلطة. أنا شوي ترى ساعة أفصل يعني. إيه نبي الغلطة هذه ليش فصلت أنت؟ لا لأن السناب يتطلب مجهود منك يومي. لازم تصور كل يوم. يعني بالإنستغرام لو تصور فيديوين في الأسبوع أو ثلاثة ممتاز. بس بالسناب لا. لازم كل يوم يتطلب منك طاقة. وأنا كنت بوقت يعني ما لي خلق. فقررت اني اقفل السناب بس كانت غلطه يعني المفروض ما اسوي الحركه يعني انت النفسيه تنفس بعض الايام اي في قرارات مو مدروسه شوي لا بس صدق السناب يبغى له استمرار يعني انت تشوف نفسك انك قادر انك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تتابع لانك يوم تختفي من السناب صح تصير قديم وايش اخباري اي وين لان السناب سياسه السناب تغيب يوم تختفي صح اي بس هي المنصات لتويتر لا جمهوره انستغرام لا جمهوره سناب لا ناسه عندي ناس يتابعوني في تويتر وانستغرام وسناب شات يركبون السياره معي ورا بس في جمهور منفصل هني فلازم انت تخاطب هذا الجمهور لان الشباب يقولون رجعت لظروف اخرى شنو ممكن شنو الظروف الاخرى سجن بعد يقولون شاف انه فيه ضرب اعلانات يعني دخل صار السناب غير التويتر وغير الانستغرام بس موجود كل تويتر يمكن موضوع الاعلانات خفيف ميت. بس بالانستغرام نفس الشيء موجود ايه يعني انستغرام سوقه افضل من سناب قيمه اعلانات الانستغرام بالنسبه لي اعلى من قيمه اعلانات السناب اه جيت طلعت ظالمينك حلو جيت شبت عليهم طيب خلينا نشوف لك فيديو قبل لا نبلش بموضوع الحلقة اليوم أقول حق شبيحة كريستيانو مو مشجعي مدريد شبيحة كريستيانو غير ومشجعين مدريد غير أقول حق الشبيحة كالمة 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 اختيار المرشح اللي يمثل الأمة لازم يكون مبني على أسس أكبر من كذي برنامجنا راح نعطي فرصة حق المرشح يقول لنا عن أفكاره رؤيته حلوله حق المشاكل اللي موجودة أنت سويت برنامج رياضي نعم وقفت ولا استمريت ولا وش وقفت فترة بس إن شاء الله يعني الفترة الجاية إن شاء الله راجع مرة ثانية للبرنامج الرياضي لأن تفاعل الناس زين وأنا أصلاً رياضي يعني الناس تقول أنت إيش دخلك بالرياضة تسولف بس بالسياسة أنا أشجع ليفربول من عمري 9 سنين يعني من قبل يعني مبسوط أنت صلاح الحين والشغل اي مبسوط بس انا بس من اول ما شجعت ليفربول ما اخذنا الدوري عشان كذا اقول لك صلاح فان شاء الله ناخذ الدوري السنه فالان عندي اهتمامات رياضيه عندي يعني عندي ميول رياضيه والناس تتابع فان شاء الله نرجع على موضوع ترى جمهور الرياضه عندنا شوي ترى فيه مشكله تعصب يا اخي ممكن يغلط ممكن تشوف قذف ممكن تشوف مدري وش شيء ما تشوفه في اي مجال ثاني صح حتى لو تقول رايك مثلا بامور ثانيه لا بالرياضه الناس متعصبين ايا كان لو تشوف جول كريستيانو ولد خالته لما تسب كريستيانو تسن كلم وليد مدريد والله العظيم طيب بعدها اجتماعي سياسي نعم الفرق بين الجمهورين اوكي بحاول اختار كلمه عشان ما يزعلون الجمهور الرياضي إيه؟ بس غالبا الجمهور خلينا نقول اللي يتابع الامور السياسيه ولا الاجتماعيه يكون انضج غالبا في ناس كبار وناضجين يتابعون الرياضه بس الاغلب يكونون ناس صغار بالعمر حتى سب حقين السياسه افخم يا خاين يا مرتزق يا مرتزق اذا مره يا ذبابه بابي صحيح سبات ثقيله سب مثقفي سب مثقفي طيب ما جتك مشاكل من البرامج السياسيه هذه ولا انت تقول تشوف انك قاعد تقول الصح فما فرقت معك لا شوف اي موقف لك في له ضريبه يمكن انت ادرى يعني ما احتاج ادخل في تفاصيل بس يعني اي انا فرحان فيك الحين الله يحفظك لا لا اي 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 موقف يعني نفترض موقفي انا في الأزمة الخليجية كان واضح وصريح لأن أنا شخصيا الناس تعودت علي أني أكون يعني واضح في رأيي في الرياضة يعني أنا أشجع ليفربول وأقول طز مانشستر يعني ما مثلا في ناس رياضيين يقول ما احترامنا هاي جمهور لا ما في أي احترام يعني أقصد يظل فيه ما راح يصير فيه إساءة أو سب يعني بس أقصد
اقول رايي وانا مرتاح يعني ما ما عندي ما افكر فيه. في الامور الاجتماعيه اقول عن الصح صح واقول عن الغلط غلط. فما يصير لما تصير موضوع الازمه الخليجيه اسوي روحي يعني مينون عرفت لا يعني. فما حبيت اكون رمادي بهالم في الوقت هذا يا ابيض يا اسود. قلت انا في صراع الحق والباطل ما ينفع تكون رمادي. فخلاص قلت رايي وانا مقتنع فيه. فلما قلت رايي اتحمل اي شيء يصير بعده. اتحمل الاساءات، السب، الاتهامات، الاشاعات، هذه كلها ضريبه لازم اتحملها. لانك انت دائما في صف السعوديه. وهذا واجب. يعني الموضوع ما في منه ولا تفضل مني على السعوديه اصلا احنا يعني ولا اقول عشان انا موجود هنا في الرياض. انت اعطيت من قلت طز خلاص انا خفت هناك. لا لا بالعكس. اول شيء الوقوف مع المملكه السعوديه والوقوف مع استقرار بلاد الحرمين واجب شرعي. يعني موضوع مو اختيار ممكن لا واجب غصبا عليك لان استقرار البلاد واجب على كل مسلم. هذا واحد. بالنسبة لي أنا ككويتي عيب ما أوقف مع السعودية بعد كل اللي سويته تاريخ. يعني يلا الرد الجميل حق السعودية موقفهم في الغزو معانا أيام الله لا يعيدها. بس الموضوع أكبر من جيران، أكبر من دول خليجية، العلاقة وايد. الكويت ترى السعودية بينهم يعني ديرة واحدة أخوان يعني. نعم في يعني أقول الحمد لله رب العالمين اللي جعلنا في صف السعودية. هذه نعمة. محرومين من هنا صاي. طيب تصنف نفسك مؤثر سياسيا ولا مؤثر رياضيا ولا مؤثر زي ما قلنا أنك ما يعجبك شيء؟ لا شوف التصنيف ممكن ساعات يكون مفيد وأماكن ثانية ممكن يحكرك يعني أو يقيدك. اليوم انت اي شخص مثلا عندك احد من ربعك ولا تثق في ارائه، اراء سواء كانت اجتماعيه ولا سياسيه ولا حتى رياضيه. الحين تقعد في الاستراحه ولا المجلس ولا الديوانيه ولا اي مكان عندك شخص او بالعمل عندك شخص تثق فيه، انسان ذكي يفهم بالسياسه ويفهم بالرياض ويفهم بالامور الاجتماعيه. ممكن يكون غلط يعني انا اللي بوصل حق الناس مو كل راي اقوله صح. في اراء تحتمل تكون صح واراء تحتمل تكون خطا. ف الفكرة من وجود خلينا نقول حسابي الشخصي إني أوصل أفكاري، آرائي، أهدافي، أحلامي، ميولي، اهتماماتي. هذا الهدف. طيب كم رفع عليك من قضية؟ لا مو وايد. كم؟ مو وايد يعني عددها كبير. يمكن 12 13 شيء كذا. كسبت شيء منها؟ لا اللي رفعت علي إيه؟ براءة الحمد لله ما علي شيء. أوكي. إيه. طيب أنت رفعت على حول. إيه يعني هنقول 30 35 شيء كذا. ارفع عليك 12 وانت رفعت على 35. نعم رقم حلو. اي بس انا مريت بثلاث مراحل. ايه؟ المرحله الاولى كنت ارد على الناس يعني مثلا خلينا نقول شخص يسيء لي مثلا مواقع التواصل الاجتماعي كنت ارد عليه. بعدين وقفت الموضوع هذا. صرت اي شخص يسيء لي ارفع عليه قضيه. ما طبعا انا اتكلم عن شخص معروف يعني مو الصغار. ايه الكومنتات ايه ايه. ما ارد عليه. المرحلة الثالثة الحين لا قضية ولا أرد. يعني قررت إني ما أرد على أحد خلاص. لأن مضيعة حق وقتك ولما تناقش شخص خلينا نقول فاقد لي ما بقول فاقد للشرف بس فاقد لي لحتى شرف الخصومة وشون ممكن يناجر معك راح تطلع أنت بصورة مو زينة. وما هو ند يعني ولا هو ممكن انت تشوف عقليه ما هي بمستوى عقليتك. فلما تنزل مستوى مصيبه مستوى اخلاقك اهم. خلي يعني مستوى العقلي مستوى الاخلاق. فليش تعب نفسك وتنزل تحت وتناقش ناس وما حد راح يستفيد شيء. يمكن الناس في تحب تحب الشو تحب المناوشات اللي تصير. بس اتوقع الموضوع لا افضل لي اني اترفع وما ارد على احد. طيب خلينا نشوف فيديو. قلت حق المتابعين اني ابي اوصل 1,000,000 دينار خلال 5 سنوات. طافت سنتين باقي 3 سنوات والمشوار وايد طويل على المليون. كم وصلت؟ والله للحين للحين بعيد للحين بعيد يمكن 1,000,000 تومان. والله توك الحين هذا اللقاء قبل كم سنة؟ ما أذكر والله. بس أنا خل أقول لك ليش أستخدم هالأسلوب. يعني من أساليب إنك تحقق أهدافك ونجاح إنك تكتبها.
أو أنك تنشرها للناس، الناس القراب منك أو كذا، عشان مثل تحط ضغط على نفسك عشان تحقق الأداء، عشان ما تكون مرتاح، عرفت؟ طيب إحنا بنضغط عليك بس ما نفع ما مشت معك، ما نفع. طيب ليه يا أخي؟ طيب كم وصلت عشان نشوف إحنا وين وقفت؟ لا لا يعني وصلت 100,000؟ لا 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 أقل. ترك بعيد ما لا بعيد لا خل أقول لك شيء، وهذا يمكن جانب يخليني قريب من الناس، إني مو بعيد عنهم، يعني الناس الطبيعية اللي تتابعك تحس إنك واحد منهم فيهم، يعني نفس خلينا نقول اهتماماتهم، نفس الأشياء اللي تشغل بالهم، تنطر مثلا راتب ينزل، إحنا عندنا راتب اسمه دعم العمالة اللي هو القطاع الخاص، إذا في شيء غالي تحس إنه غالي، أركب سياحية مع الناس، فأنا مو فارق عن هي الطبيعي، أنت إنسان طبيعي. إيه فواحد فهذا سر من أسرار، لأن وايد ناس مثلا خلينا نقول يبلش فقير والناس تحبه، من يبلش يكرهونه يصير. أنا توني جاي من السفر ركبت سياحي. إيه. عادي أنا ركبت سياحي ما تفرق. اليوم ركبت جنبي واحد قال الحين سارقين الناس رواتب ما أدري إيش جاي جالسين جنبي. قلت يا أخي ما أنت من بواصلين قبلك ولا أنت واصل قبلنا؟ قال يا الله من القعط. هذا شنو ترد عليه؟ لا توقعات الناس إن كل شخص مشهور لازم يكون يعني غني، لازم يكون الشخص اللي عنده اللي مقتدر يقدر يسافر سياحية، يقدر يسافر بزنس. ما بدافع 9,000 في تذكرة وهي ساعة، أنت حر باختيارك كيف؟ إيه إذا شفت الموضوع إنه ما يسوى كيف؟ تبي أشوف لك صورة؟ يا إيش السالفة؟ لا أنت عطني السالفة. لا بس لا أنا ما طلعت كذي من برا البيت، يعني كنت في الصالون عند الحلاق وصورت و... طيب كيف أنت تابعت الحلقة الأولى من الحصن يعني؟ لا والله بس صدق وأنا صغير يعني كان نعرض عندنا الخميس والجمعة ناسي والله، أتوقع الخميس كان عندنا، كان يعرض الظهر عندنا ايه تقريبا ايه ايه. فحتى أذكر كنا لازم نروح يعني نزور بيت جدي، فلازم نمشي إيه فبنص الحلقة فعرفت كيف تشوف ما عجبني، بس والله يعني سعيد جدا إنه يعني هالحلم حق ناس وايد إنه قبلهم صغار يتابعون البرنامج الحين صار حقيقة، الناس تقدر تتابعه تقدر تشارك فيه، فإن شاء الله شوف لنا يوم مشارك بالموضوع. تبي تشارك يعني؟ إن شاء الله. كنت أخاف من أول باب تصقع على خشب يروح حلم الطفولة كله. نجيب لك واسطة نعلمك. أنت درب تدري ايه؟ على اللولة حق التسلق ذيك اللي ما فيها واسطة. ايه لا بس أنا أحقر لعبة أذكر اللي تمشي على جسر ويرمونك بالكور. ايه لا حقيرة. لا ولا في واحدة حقيرة بعد اللي كذا متاهة متاهة وما أدري إنك إلا في موية. ايه مسوي نفسك ذيب ومنحاش. ما تدري. طيب. قد هكر واحد من حساباتك انستغرام مرتين يمكن انستغرام تهكر. صدق عندي شعور غريب يعني الناس قالوا زين شلون تهكر حسابك شنو عادي يعني اذكر اخر مره تهكر الحساب زوجتي قالت لي هاي الطبيعي يعني قاعد انت ما كيف اسوي يعني اذبح نفسي بالنهايه حسابي يعني. وش فيه اسرار دوله هو؟ لا لا انا ما عندي يعني لا انا اتكلم انه حساب سوي ثاني يعني انا ارتباطي مع حسابات السوشيال ميديا احب متابعيني ولهم كل التقدير والاحترام بس ارتباط بالحسابات انا عادي يعني لو اقعد الحين عندي 1,000,000 متابع مثلا في انستغرام لو اقعد باكر وما في ولا اي متابع عادي يعني ما هو هم يعني ايه لانه انت اصلا ما تصنف مشهور سوشيال ميديا انت انسان مؤثر في أكثر من مجال ودائماً أقول أنا عندك برامج وعندك دافع في الأخير السوشيال ميديا جت كباور لك دافع ولا لا والناس ترجع تتابعك مرة ثانية إذا تقدم شيء مفيد لهم إذا تقدم محتوى الناس ترجع تتابعك فالناس بتلحق يعني إن شاء الله في سؤال عندي بس ما يبقى له محرج آه محرج يا أخي البنات عندنا عليهم مسألة يقول لك الشهرة أثرت على حياتك شوف أنا قبل موضوع الشهرة أنا ما أحب أطلع وايد يعني مو بيتوتي ولا خطواتك معروفة إيه يعني أحب أروح أقعد بالديوانية أقعد بمكان مرتاح كذي مع يعني مجموعة صغيرة ما أحب أروح المجمعات ما بعد الشهرة الموضوع صار أصعب عرفت يعني صار أنا معك في السالفة ذي لأن
أنا رجل ما أحب مجلس فيه أكثر من 5 أشخاص، ولا أحب أروح عزائم، ولا أحب أروح، ولا نبي اجتماع. إيه 5 4 يلعبون أخوياك، 4 بلوت وواحد إيه واحد واحد يستنى دور يستنى دور ذا مصرفينه. إحنا نحتاج 6 يعني على الأقل 6 عشان لعب كوت. إيه عاد يا الله بيد الفجر ما خلصنا. ف وضعك إيه فقط زي لما الحين مع الشهرة الموضوع شوي صار صعب، يعني ما تأخذ راحتك، ما تطلع ساعات مع زوجتك وعيالك تبي شوية. بس حتى في هذه المواقف لما يجيك واحد ويسلم عليك ويقول لك كلام طيب ويصور معاك، هذه نعمة. يعني المفروض ما تعاملها معاملة ان خلاص أذونا الناس وشي. بالعكس هذه نعمة، غيرك مو حاصل هالشيء. لأن اليوم وايد ممكن الناس تشوف شخص مشهور وتقول هذا مشهور، بس ما تتجرأ ولا عندها، ما يحبونه لدرجة انه يروح يسلم عليه، لأنه ثقيل على الناس انه يروح. صح. فهذه نعمة اصلا انه يحس انه يعني يتجاوز ويجيك، يتجاوز وانه قريب منك. وبعدين الطرح اللي انت تقدمه في برامج كذير، وزي ما قلت انت انسان طبيعي، فقاعد تقدم الناس حبتك انك طبيعي. لو الحين شفت نفسك شوي او بديت تشخص انه انا وتبدا تعيش ذي، ترى الناس راحت. على الطاري هذا بشارك قصة. شخص الحين هو مشهور، بس خلينا نقول كان بداية شهرته، فيا قال لي شنو تنصحني يعني تو طالع مشهور يعني بالسناب، قال لي شنو تنصحني؟ فقلت له نصيحتي خليك على طبيعتك، خليك صدقي، لا تسوي أي شيء فيك. إيه صدق. سوى عكس كل اللي أنا قلته. وشنو صار؟ وفجر. ضرب هو. نصيحتي ما كان أي شيء. لا بس شوف ترى أنا والله لاحظت، لأن ما ذهلي تلقاه راكب روز. الظهر روز أحمر، في الليل روز أخضر، في المغرب روز أزرق وكذا. بس بعد سنة ونيت من الصبح لليل، لأن هذيك كانت شغل، لأن الفلوس اللي داخله مصروف ويبي زيادة. لكن حنا قالتني ما فرقت. لا تقول حنا، يمكن أنت بلفل. لا لا نفس الموضوع. أنا أجيب بخاري في الاستديو ما تعرفني. هنا عايشين حياتنا زي ما هي. شنو ليش قلت لك في بداية الموضوع، قلت لك أهم شيء المحتوى اللي تقدمه. الشخص هذا اليوم اللي يصور راكب مثلا خلينا نقول بنتلي، الناس تبي خلاص الحين شبعت من بنتلي، غذيت فضولها أنت، تبي شيء أعلى فتركب مثلا رولز، لا الحين نبي شيء أعلى أعطاك أكبر. أنت بلشت تسافر بزنس، بعدين تروح درجة أولى، بعدين طيارة خاصة. فراح تتعب مع الناس لانك ما تقدم محتوى، قاعد تقدم شيء يعني بس بهرجة. بس تغذي فضولهم، والناس عمرها ما راح تشبع. فراح توصل حق مرحله ما تقدر توفر هذه الحياه اللايف ستايل اللي عودت الناس عليها، فراح تنتهي انت كشخص راح تنتهي. هذه الفكره. نورتنا. الله يحفظك. سعدنا فيك اليوم. انا اللي سعيد ومشكورين على الاستضافه. وانا ما حسيت اني غريب يعني بين اهلي واخواني. حبيبي والله. نبي ندندن نسمع حنا. والله كيفكم؟ انا قلت لك ما لي شغل بالموسيقى. قلت ماك شغل في الموسيقى، احنا بنسمع. احنا تعرف برنامجنا العذر التتر ينزل على موسيقى فلازم يغنون. ولا برضى بعذر ولا بسام ولا بقبر ولا مليون توبه، ولو طال للأسف ما راح أسامح، أنا ربي خلقني لك عقوبة، أنا ربي خلقني لك عقوبة. أبيك تذوق باطلي أذوقه، أبيك تحس فيني